بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. حفظكم الله إن شاء الله من كل بلاء، إن شاء الله ربي ذا ذروم يبعث لنا ولهم. عنوان الكلمة: القرآن منهاج حياة. مع هذا العنوان الحياة مع القرآن في شهر القرآن، نختار هذا العنوان الذي يجعلنا نحسن التعامل مع كتاب الله العزيز. قبل ما نبدأ في فقرات هذه الكلمة مختصرة، نقول الحمد لله على هذه النعمة، نعمة هيئة الإقراء. هيئة الإقراء في ولاية تيزي وزو لها دور كبير متعدد الأبعاد. الهيئة يجد ساعة مازال ذم قرآن. القرآن الكريم لكن تحصان النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يفكر ميزان الخيرية. يفكنا غيد النبي عليه الصلاة والسلام ذا شو الميزان الخير، ميزان الأفضلية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولكن أي عمل إذا كان ماهوش منظم لا يمكن أن يحقق مقاصده. هيئة الإقراء لها العديد من المقاصد. ثمان مغلينس سي لهوا سكينوان حوايج القنوات، حوايج ثير كوا أن دار الحلومان. الخير كل دوني تدي فيك ربي يحوج النظام، يحوج الترتيب. مولاش اللي يضر، مولاش اللي تستخدم سوذ مول الهوارة. لذلك القرآن كلام الله جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولكن تأتي هذه الهيئة، هيئة الإقراء، بفريقها، ربي جزيهم خير الجزاء، باش يحققون جملة من المقاصد: خدمة القرآن الكريم، تعليم القرآن الكريم، ترشيد وتأطير خدام القرآن الكريم، موضوع السند، المحافظة على السند. نحن أمة الإسناد، نحن أمة الإسناد، وهذه من النعم اللي أعطاها ربي لهذه الأمة أنها أمة الإسناد في كل شيء. تقرأ في الحديث خدام الحديث كما يقول ابن خلدون في كتابه المقدمة، خاصة في الصفحة 936 وما بعده، وهو يتحدث عن خدام علوم القرآن وعلوم الحديث. يبين بكل حاجة يحتاج إلى تنظيم، ويحتاج إلى 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 أناس غيورين على خدمة علوم القرآن وعلوم الحديث. أمة الإسناد. يروى أن عبد الله بن المبارك الله يرضى عليه يوم أن قيل له: يا إمام، هذه الأحاديث الموضوعة، حينما ظهرت حركة الوضع في الحديث النبوي، ماذا قال؟ تعيش لها الجهابذة. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن كل شيء السند. أذفك الإجازات، أم يعرفك الإجازات، شو شروط الإجازات، خدمة علوم القرآن وخدمة الإقراء في ولايتنا وفي وطننا وفي أمتنا. والحديث عن هيئة الإقراء يطول، لكن أكتفي بما ذكر. بارك الله فيك. أقول إذن هذه الكلمة عن هيئة الإقراء. ربي يجازي هذا الفريق العامل في هذا المجال المهم، وربي إن شاء الله يجري الخير العميم على أيديهم. أثني وفق ربي، أصنف ربي أفوس، وأثني في كربي أفوس. أما عن القرآن منهاج حياة، ألخصه في أربع مجالات صغيرة
ومهمة. غرامك في سورة الإسراء الآية التاسعة، الآية التاسعة، ربي ينادى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آية صغيرة في مبناها، عميقة في معناها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن الكريم يترشيه، يتوليه، يقيم ذن مرة، تخلقه مرة، سافري ذي الهان ذي كل شيء. ولكن زمهي ذي في أربع مجالات. المجال مزوارو ذي المجال الإيمان، بشري السين ربي، معرفة الله. صوروا يا إخواني، إذا كان واحد يعرف كل شيء ما يعرفش ربي. كاين ناس علماء كبار عندهم عقول كبيرة جدا ما يعرفوش ربي، مشكلة كبيرة. أتفضم السناو نغم ذان أتصم تمسلك السندي الدونيث فمسني يستوسع، ولكن ورسينا ربي. القرآن الكريم يولها مذان باش يسين ربي، باش يسعوا الإيمان. والآيات كثيرة، ربي مدينا إن في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ربي ونساء شريك. وفي سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ربي. وفي سورة البقرة الآية 256 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. النتيجة واضحة، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. المجال والسن مجال تعبدي باش نعبد ربي. هل ممكن الإنسان يعبد ربي كما شاء لكن يبغى؟ خاطئ. العبادات عندنا محددة طبعا بمفهومها الخاص، وعند فيه العبادة بالمفهوم العام. أين كان يخدم مذان يوذم ربي ذي العبادة، ما يخدم تفلح في العبادة، ما يخدم التجارة ديوي الحلال، يكون خذ ما لا يخدم ألا ينفع إن شاء الله ذي الطاعة يسعى في سلاجر. طبعا وقبل ذلك العبادات المحددة شرعا، الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، رمضان الذي نستقبله إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا رمضان بعد أيام قليلة. في سورة البقرة الآية 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن بسم الله ما شاء الحج كل العبادات، وفي تفاصيل مهمة في القرآن وأحكام كثيرة فضلا عن أحكام السنة المبينة. إذا المجال كذا الحوايج نعبد ربي كي نبغى ننسى ربي سبحانه ينا يا غيد أنا عبد ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. على بالكم هذا من الأسئلة الخطيرة التي طرحها الإنسان، طرحها الفلاسفة عبر العصور، وطرح الإنسان منذ فجر التاريخ. ما سر الوجود؟ سؤال خطير جدا. خلق دايغر أن أعيش وخمسين وسبعين ومئة سنة يا أخي، بعد كي النهاية سنموت جميعا. ولكن سبحان الله يأتي القرآن فيجيب أجوبة شافية وافية كافية، كالآية التي ذكرناها في سورة الذاريات الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المجال الثالث وهو المجال التربوي الأخلاقي، ما أحوجنا إلى أن نكون من حراس القيم. صرفك ما إلا غمذل يسمى ربي يتظل يحوج جدا الخير البحر، ولكن ما إلا صرفك يستعيا، مشكلة مشكلة يخص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواية الإمام البخاري في الأدب المفرد. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في الرواية الثانية. إذن المجال الثالث، بارك الله فيك، الله يسلمك.
المجال الثالث هو المجال التربوي، المجال الأخلاقي. حواجيت النبي عليه الصلاة والسلام تشكر سيدي ربي مشي دينا وإنك لعلى خلق عظيم. تزرم قبل ذي ورد النبي ذا الرسول لقب بالصادق الأمين. والله يا خوتي الله يحفظكم ويحفظنا جميعا. من أن أراد أن يرتقي في مدارج الكمال البشري عليه بالأخلاق، أو فم المصطفى صلى الله عليه وسلم يختزل هذا الأمر الخطير المهم في حياة الإنسان وفي حياة البشر. البشر إذا كان عندهم قيم وأخلاق، لماذا هذه الحروب؟ لماذا هذا العدوان على حقوق الإنسان القوية كل ضعيف؟ وغنم الحوت ديال البحر. هذا هو الإنسان اللي ربي قال في القرآن في سورة الحجرات الآية رقم 13: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، ماشي الكيرات الفاضل، لتعارفوا. وبعدين أعطانا ميزان عادل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا المجال التربوي، المجال الأخلاقي مهم جدا. القرآن يهدينا للتي هي أقوم في هذا المجال التربوي. المجال الأخير الرابع هو المجال التشريعي الذي يضبط حركة الإنسان في الحياة، وما أحوجنا إلى هذا المجال. القرآن الكريم منهاج حياة. إذن سنغ ديورين أمشاري نذير سوذرث مسلمة ورثكين داما، أما ذي الفلاح، أما ذي التجارة، أما ذي العلاقات الأسرية، العلاقات الاجتماعية، العلاقات التجارية الاقتصادية، تحرك المال في المجتمع، المال والأعمال، الأمر ليس بسيطا. مدينا ربي سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. من القرآن هو الذي علمنا بأن الربا حرام. نسيق دينا سورة البقرة الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. ضرب بغدين في سورة المائدة الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الوفاء بالعقود والالتزامات. بل أطول آية في القرآن في سورة البقرة الآية 282 آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه إلى آخره. إذن أكتفي بهذا إن شاء الله. ربي يسقيك من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. سأتناول الله يبارك فيك. إذن هذا المجال التشريعي موجود في كتاب الله عز وجل، إما في شكل أحكام كلية جاء ومجملة جاء تفصيلها في السنة المطهرة، إما اجتهادات للسادة العلماء من خلال استنباطهم للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا وكلام الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.